فارس الله حيك. صبحك الله بالخير. الله بالخير والعافيه. اليوم مقناصنا لليوم الثالث. ايه ثلاثة أربعة خميس اليوم الرابع. اليوم علينا شرجي هواء جنوبي. ايه. عالي عالي وين الله. ايه. ايه والله الهواء محضارة صعبة بس الله كريم رزق عند الله. يوم لقيناها بأجواء ما تحريبها الأحبارة والله ذاك اليوم مطر علينا وجو ظلام وتقابع كل اثنين الحال ثمانية ما شاء الله والله ثمانية الله كريم الحين الله بس حتى قصة أثرهن صعبة ها أكيد هوا تسفل قاعد بس تلقاها جديدة قدامك يعني أثرها وعينها نفس الشيء والله كريم اليوم حنا بخرانج هي. اي والله قاع الحلوة والقفر والله كريم رزاق حلو راسك لا دعم نسناس والخطر شفاوي بين حد النازية واطراف لنا طربة المقناص وكبار الهقاوي ما عرفها وارب الفن افدعينا لم سالم في نباني بهلا عاوي صوتها يحييها والذكرى عافيه ما شاء الله الله تبارك الرحمن يا الله معادي معادي تسلم ايدك خالي تسلم ايدك ما شاء الله تبارك الرحمن مبارك يعلك تسلم والله ما شاء الله ابشر يا ابو معيد هذا قداميه الفيسان الفيسان حق قدام مترك الحجاره اللي عندك تحت الباب تجيك شوي شوي اي شوي شوي يا رب تقوم اي يا خالد انا خليها تروح لا تصير خالد عليك يا الله يا الله يلا تعينا يا الله يا هادي وانت الدليل يا الله ما شاء الله يا هادي وانت الدليل يا الله هلا انا ابوها حبارا لا شربها والله يلا تعينا يا هادي وانت الدليل يا الله شربها عزلها بشربها ما شاء الله ما شاء الله بركة 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 يا الله لك الحمد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن نحمد الله ونشكره بعدي ما شاء الله التوجيهات ابو مبارك توجيهات 100% عليك ماسك جن خاف مخمر يا ولد طالع راكبه شرب
ناطح الشمس ركض شرق والنوب رده شمال غرب شمال شمال عدل نكس مال يمكن جرتها في ليل تراكض جديدة دور لا ما مشاها تشوف شيء كبيرة ولا صغيرة لا صغير ما يمكن بيت ليلة ذني لأبدي بيت ليلة ذني عالم الله بارد ارجع بارد ارجع تعال بارد ارجع عندي 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 بعد خليها تعالنا وشوي شوي واقفة من لونه شعرانة سبحانك ربي اللي يبي يهد عليها يجيني من يسار تشفق صدق وحنة مع هبوب النود ياتيني طيفها اللي مبطين عنه كل ذكرى بينه وبيني تستبيح الوجد بالونة قد غدا بي من هزذني ولا بقالي شي وكنه يا محبي يا ريش العين يبعد الواجي مع ظنه ما يفرق ساعي البين لو تفنن بل وجه وصلي يرضيني وارحم اللي لك ضحك سنه أرضني ما دمت تغليني فلقى مد عقب منه المدارة منه تكفيني كأنه إلا مني كل ما قبل والزعل فيني انت بس ما استحي منه والله انه في ذرع عيني وتشفق صدق وحنه مع هبوب فالنفد وأطرافه ملاوي للخزامة والربل فالنفد عينه مكر الشاهين والسبق الرهاوي قاطع الشطين ما جاف السفينة للشفق والليل في ريشه حراوي قد بيا سحينه وقفته فيها كبر شيخ غناوي والعشاء والموت في كفه وعينه ماذا عمس ناس والخطر شفاوي بين حد النازية واطراف لينا طربة الجول لا روح لحق الأولية كفو يا سحاب ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبارك لك ما شاء الله ما شاء الله عادي والله تستاهلها أنا تستاهل الخر ما شاء الله الجول لا روح لحق الأولية كفو هديته على سبعة ما شاء الله تبارك الرحمن طرح العود
شيخ الله يبارك فيك. هذا ما نمدي يا ابو هلال ما نمدي. الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. يا طبعا طشرت تعال لو كانت اجبار سريعه لا تستقر الماكينه. بس هي زعتر زيت الزيتون سبري اها الجلوبه مشتغل 100 بلش بالفطيره. يا كريم يا الله حط حبريله يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا كريم تبارك الرحمن ما شاء الله اللهم زيد وبارك اللهم زيد وبارك ما شاء الله كله مطافين ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم زيد وبارك. وين راعي؟ داك حمار هو ما بس حمار يم الدنكر يجوز. هسه وصلنا عند ربع نعرفهم راح ناخذ عشانه طلي طلي زين مو طلي شوف عشان تاكل اول شي تنظف الارض من الرمل وبعدين تطلع العشبه تاكلها موسمينهن بالاحمر طليانهم. طبعا تعرفون ليش يوسمون على مود يميزون كل واحد يعرف وسمه اذا تشابكت الغنم. حصلنا الطلي اختاريناه وهسه رايح اجيبه رايح للجماعة رحمن يمهم نجيبه من عندهم ان شاء الله. هذا طلينا ويانا تعالوا له خلي شوفوك. هاي وصلنا مكان مراحنا ما راح نمرح خالي راح يذبح بسم الله. حياك الله ابو جوري الكبير. يا اخوي والله انا طالبه صار لي يومين رديتوني منه ذاك الليل ردينا قلنا احنا علينا اي نبي لكم اي خلاص اي خلاص خلاص غير والله ما عاد تعودونها والله ما عاد تعودونها اي والله ما عاد تعودونها لا لا اجعل خيركم واجد والحلال واحد عز الله تبون على ركبه يشهد الله خلاص.
راح يقطع لنا اللحم الشيف الشيف بجراح ويسويه بالقصدير. نشوف الطريقه شوي بعد. بعد نحن باقي اخاف ان انا ما اروح اضرب العشاء واروح. اخوان جهزت الخلطه، فلفل حار وبصل احمر ولحم. هاي جهزنا بس رشه ملح بس. هاي راح نخليه على الفحم. فحم جاي جهزه لنا ابو جوري سميك. ها اي ابو جوري الكبير. بعد شوي ان شاء الله. بعد شوي خلاص ان شاء الله. في ارنب خالص يجهز الكبسه. جهز الكبسه. اعطيك نبذه بسيطه. اي اعطيني يا ريت. يلا تفضل. يا ريت. اليوم طبختنا بداوي. بداوي. اي بطريقه خاصه طالبينها الشباب. تمام تمام. عشان اطال عمرك. ما شاء الله. حط اللي كبر الارنب. هذا حق 5 انفار بس. عشا ليلة حق 5 انفار. مثل ما تشوف هذا الراس وهذه هنا. نعم هذه البطحة. بالبصل والفلفل وماء وملح فقط. اي نعم. يا الله بسم الله. شوف مزمزة قصدي يعني المزمزة مو عشاء رئيسي. ما شاء الله. هاي المفروض غدا. شوف. اي هاي المفروض غدا. اي والله. الله يرحمه الغدا. اوه الريحة. شم الريحة. من اقول لكم حلقوم. كليت متى؟ خلص المقناص. ابتعت ربعي.